ضاع الآن براس التوتة. غلطان بالنمرة. أنا من وادي شمتين وعندي قلب بيسوى بلاد وبيتي بشارع الحمرة. طيب فيكي تمضيلي على شي صورة وتزينيها بشي وردة صغيرة؟ ولا للبس لك حلقات اللولو وجدل شعري على طوله، وكل رفاقي رح يقولوا لبسي له عقد الالماس. وعن ندى الندى والزهر مفتح على خدك، وان ما عطيوني اياكي يا جبال العالي لهدا. الو 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 ابو الزلف، قبل ما تسكر بدي اقول لك شغله. زي العسل على قلبي هواك زي العسل. سعيده ليلتنا سعيده، وفتح قمر يا عمري شوي شوي لما الصبوحة طلت عليه. الصبوحة بليموزين يا عمري، كلنا ناطرينها بالاستديو. ست صباح، القوف التاريخية يلي بلشتيها من سنين بعده لليوم صداها امتلى السما ووصلت لعنا، بس أكيد مرقت طريق لأنه رح تكمل طريقة لتوصل للأجيال اللي جاية من بعدنا. ست صباح رح نسمع سوا هالقوف التاريخية.
30 ثانية و30 ثانية، كل ثانية منهم بتختصر عمر، ونحن الليلة بعمري بنتمنى لك كل العمر. أهلا وسهلا فيكي، شرفتينا بعمري. أهلا وسهلا فيكي ست صباح. هل تخيلت شي مرة عدد الأشخاص اللي تأثروا فيكي وصاروا بدهم يعملوا فنانين من بعد ما شافوكي لإلك؟ إيه في كثير، ما نحن بنترك مدرسة بحبوا الناس يكونوا مثلنا، يعني أهم شيء مدرسة الفنان. وهل تخيلتي كم بنت من وراكي أكلت قتلة من أهلها لأنه حبت تغني مثل صباح وتلبس الساطين مثل صباح؟ أولك في أكلوا قتلة يا حرام، أنا كنت أكل قتلة زمان لحتى أغني ما كانوا يقبلوا معي، كان بقى يضربني شوي. حضرتك كنت من أوائل النساء العربيات يلي عشت نمط حياة حر ومنفتح، هل بتعتبري حالك من المؤسسين يلي ساهموا لحرية المرأة العربية ولو حتى عن غير قصد؟ أنا بقول إني أنا عشت حياة كل سيدة لبنانية، لأنه كانوا يحبوا إنهم هن يمكن يكونوا هيك يعني قوية بهالدنيا مثلي، يعني هيك شيء. لأنه صباح بطريقة لبسك وطريقة حياتك هذا الشيء أظهر للمرأة العربية إنه أنت كأنك مثال للحرية، ما بتعتقدي هالشيء؟ طبعا الحرية المدروسة المنظمة اللي فيها احترام أكيد، بس الحرية كيف ما كان لا أنا ضدها أكيد. على كل حال أنا بعتقد نسرين، لا مش بعتقد، أنا أكيد إنه ست صباح خلت كل نساء العرب أو العالم يحلموا، مش بس النساء، خلت الرجال كمان يحلموا. كمان بدي زيد شغلي بعد نسرين، كنت عم اقول لنسرين من شوي انه لما اشوفك بحس مثل كانه رؤية اجت لعندي، يعني ما في اشوفك الا لما احس بابتسامة كبيرة عم تطلع من قلبي من جوا وتطلع لبرا، يعني بحس انه كل الناس لما يشوفوكي بتخلقي لهم هالفرح. ايه مظبوط، ما له نهاية. اوقات فادي او بعض الاصحاب ينتقدوني اني بطلع كثير على التلفزيون، قلت لهم ما فضل شيء من لبنان الا اطلع هيك يعني ابسطهم شوي، هيدا كان الموضوع، ضل اطلع. الله يخلينا اياك لضلك تطلعي وتفرحينا. ست صباح، مين الشخص يلي قدر يعيشك حلم؟ فني بس. صحيح بعيش بحلم فني، شو بدي اعمل شو بدي غني. طبعا فادي كان معي احسن انسان، يعني يمكن لو اخذته من الاول ما اخذت غيره ابدا. كيفني معك يا فادي؟ باغنيه من اغنياتك بتقولي نحن ياما كثير فرشوا لنا الارض حرير علشان نرضى فيهم يكونوا حبايبنا، هالقد لو وعتي قلوب؟ قول ياما طبعا كثير فرشوا لي ورود وسجاد، واكيد الفنان بيمرق بمراحل كثير حلوه يعني، وبعدني لهلا رغم كل هالسنين انه انا مش متامله ضل هالسن والعالم تحبني هيك، حتى حبهم عم بزيد ما بعرف ليه. شغلة هدية. في ناس مثلا بيقولوا ليش بعدك عم تغني لهلا؟ قلت لهم كانوا يحبوني الجمهور يحبني زمان وبحبني هلا، شو بعمل؟ بدي ضل انا والجمهور، ما لي غير محبته يعني، ما بدك ليه؟ لما انا صحنت ما تركوني ولا دقيقة العالم، قد ما صلوا واللي يبكي واللي هيك، الله ما يحرمني منهم ابدا ويخلي لنا هالبلد. والله ما يحرمنا منك كمان. اكيد في الصباح حب العالم لإلك هو حب حقيقي وبلا منافس. الحقيقة أنا بحبهم كمان مثل ما بحبوني حقيقي، هني عائلتي الكبيرة. بدي أسألك شو أغلى هدية تقدمت لك؟ يا ما إجاني عربيات، شي ليموزين، شي كاديلاك، شي فورد، شي ماما هل هيك يعني إنه هودي، بس أغلى شي قدم لي ساعة فادي آخر شي بعيد ميلادي، ساعة كتير حلوة. ست صباح بعتقد نطرنا كتير وصار بحق لنا بغنية، رح نسمع منك هلا أول أغنية وهي الله كبير. الله كبير، إيه جديدة بعد.